بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أعزائي التلاميذ، عزيزات التلميذات، يسرنا أن نقدم لكم درسا آخر من دروس مادة التربية الإسلامية الخاص بجدع مشترك علمي، وهو درس ضمن دروس مدخل التزكية المعنون بالجزاء الأخروي، الجنة والنار. نحاول من خلاله أن نرسخ في أنفسنا ركنا من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالجنة والنار، لما له من أهمية في تقويم سلوك الإنسان وزرع الطمأنينة والسكينة في نفسه. ونستهل هذا الدرس بمدخل نثير فيه الموضوع، وبعده نعرض نصوصا وظيفية نستثمرها في بناء المفاهيم الشرعية، مفهوم الجنة ومفهوم النار، مبينين الأدلة النقلية والعقلية عليهما، مع بيان بعض الوسائل والطرق المعينة على الفوز بالجنة والنجاة من النار، لنخلص أخيرا إلى بيان آثار وثمرات الإيمان بالجنة والنار في حياة الفرد والمجتمع. لنتأمل أعزائي التلاميذ، عزيزات التلميذات، المدخل التالي. يبين الله تعالى في كتابه الكريم أن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، وأنه ليس بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو النار. نطرح السؤال التالي: فما السبيل إلى اجتناب المسلم عذاب النار وأسبابه ودخوله الجنة وترسيخ العقيدة في قلبه ووجدانه؟ وبمعنى آخر، ما هي الطرق والوسائل التي تمكن الإنسان من الفوز بالجنة والنجاة من النار؟ والآن مع النصوص الوظيفية المؤطرة لدرسنا، لنستمع للنص الأول من سورة الكهف للقارئ المغربي العيون الكوشي، برواية ورش عن نافع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بيس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم. سنحاول أعزائي التلاميذ، عزيزات التلميذات، أن نبين معاني بعض العبارات الواردة في هذا النص الوظيفي. يقول الله تعالى: أحاط بهم سرادقها، حديث عن النار، أي غلقت أبوابها عليهم. ساءت مرتفقا، أي ساءت مصيرا. وعندما تحدث الله تعالى عن الجنة قال حسنت مرتفقا، حسنت منزلا ومجتمعا، وأيضا من سندس واستبرق. السندس ما رق من الحرير، والاستبرق ما غلظ منه. مع بيان معاني هذه المفردات، نخلص إلى ما تضمنه هذا النص من إفادات نذكر منها: إقرار حرية الاعتقاد والتدين في الشرع الإسلامي، لما قال الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أيضا يحمل الله تعالى الإنسان مسؤولية اختياراته الاعتقادية،
كما أن الله تعالى يجازي الإنسان حسب اختياره العقدي إما بالجنة ونعيمها أو بالنار وجحيمها. لننتقل أعزائي التلاميذ إلى النص الوظيفي الثاني، وهو عبارة عن حديث نبوي شريف من الأحاديث القدسية أخرجه أبو داود في سننه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت إلى أهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها ثم رجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها، فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. أعزائي التلاميذ، عزيزات التلميذات، بعد قراءتنا لهذا النص الذي بين أيدينا، نتطرق إلى بعض المفردات والعبارات الواردة فيه. حفت أي حجبت، المكاره كل فعل أو قول يستثقله الإنسان وينفر منه. حفت حجبت، والمكاره هي كل فعل أو قول يستثقله الإنسان وينفر منه. الشهوات كل ما تحصل به لذة للإنسان. لنتأمل أعزائي هذه الألفاظ ونتأمل الحديث الذي رأيناه وقرأناه. أعزائي التلاميذ، السؤال: ما المستفاد من هذا النص في علاقته بدرسنا؟ أن النعيم الجنة محفوف بالمكاره والتي يستصعبها الإنسان وينفر منها، وجحيم النار محفوف بالشهوات التي يستلذها الإنسان ويقع فيها. وبعد بياننا للمستفاد من النصين وإشارتهما إلى مفهومي الجنة والنار، نطرح السؤال التالي: ما مفهوم الجنة وما مفهوم النار؟ الجنة في اللغة هي البستان العظيم الذي يستر ما بداخله، وفي الشرع هي دار الخلود والكرامة التي أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وفيها من النعيم المقيم الأبدي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن أسمائها أيضا النعيم، دار الخلود، الفردوس، وغيرها من الأسماء. أما مفهوم النار ففي اللغة هو اللهيب والحرارة، وفي الشرع هي دار العذاب التي أعدها الله في الآخرة للذين كفروا به وعصوا رسله. ومن أسمائها جهنم، السعير، الجحيم، وغيره. ننتقل إلى النقطة الموالية في هذا الدرس، وهي الأدلة العقلية والنقلية على الجزاء بالجنة أو النار. الأدلة النقلية، ونقصد بها الأدلة الواردة في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول: إن الجنة والنار من قضايا الغيب التي أخبر بها الله تعالى في كتابه الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من الصور الكريمة. ونستحضر هنا النص الوظيفي الذي عرضناه، لما قال سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هنا إقرار للنار. وفي حديث الله تعالى عن الجنة قال: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. الآية. ومن السنة النبوية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حديث متفق عليه. النصان القرآن الكريم والسنة النبوية اللذين عرضتهما يدلان دلالة قطعية على أن الجنة حق والنار حق، والإيمان بهما واجب، ولا يكتمل إيمان المرء بدون الإيمان بهما. ومن الأدلة العقلية على الجزاء بالجنة والنار نقول: إن الله تعالى لم يخلق الإنسان عبثا وهزؤا، ثم إن العقل الذي يدل على وجود الله مع صفاته التي منها العدل وعدم الظلم الذي يقتضي لزوم الجزاء على الأعمال، فكان لا بد أن يعاقب الله العاصي ويثيب المطيع. النقطة الموالية في هذا الدرس: ما الوسائل المعينة لدخول الجنة والوقاية من النار؟ أول وسيلة هي طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بإثيان الأوامر واجتناب النواهي. الوسيلة الثانية طلب العلم. ويكفينا لبيان أهمية هذه الوسيلة أيضا أن الله تعالى أول آية أنزلها قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أيضا الوسيلة الأخرى الإيمان والعمل الصالح. يقول الله تعالى في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن الوسائل المعينة أيضا على الفوز بالجنة والنجاة من النار اتخاذ الرفقة الصالحة. يقول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. استثنى الله تعالى في هذه الآية المتقين. أيضا من الوسائل تقوى الله تعالى والمسارعة إلى التوبة والإقلاع عن المعاصي. ومن الوسائل شكر الله على نعمه المادية والمعنوية. ومن الوسائل وقاية الأهل ورعاية الأطفال. ومن الوسائل أيضا حفظ النفس. ننتقل أعزائي التلاميذ عزيزات التلميذات إلى بيان ثمرات وآثار الإيمان بالجنة والنار. أول ثمرة هي السعي للطاعة والعمل الصالح. السعي للطاعة والعمل الصالح مع غير في القيام بكل المبادرات الجماعية التي تدعو إليه لأوفي الحقوق، والتي منها حق الله تعالى وحق النفس وحق الغير وحق المحيط. أيضا من الآثار التزام الرفقة الصالحة. لأنجح في حياتي وأفوز بالجنة وأنجو من النار. ومن الوسائل إتيان فعل الخير واجتناب الشر، لأنني موقن بأن الجزاء الأخروي عدل ورحمة من الله تعالى. تقويم لما تعرفنا عليه في هذا الدرس: يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه:
قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد خلق الله 100 رحمة فوضع رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بها وعند الله 99 رحمة. السؤال الذي يطرح نفسه من أين نستمد معرفتنا عن الجنة والنار؟ نستمد معرفتنا عن الجنة والنار من الوحي القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني ما آثار الإيمان بالجنة والنار؟ من آثار الإيمان بالجنة والنار تقويم السلوك وتحصيل الطمأنينة. أخيرا نستودعكم الله أعزائي التلاميذ عزيزات التلميذات مع متمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح.